استاذن حضرتك بس اروح لزميلي محمد ابو شنب من المنيا. محمد مساء الخير يا محمد. نعم، مساء الخير أسماء، مساء الخير مشاهدي تين تي في. يعني نحن الآن خلاص يعني نقترب على الساعة الأخيرة من نهاية هذه الجولة، جولة الإعادة في محافظة المنيا الذي يتنافس على كراسيها، وتحديدا 25 مقعدا انتخابيا، 50 مرشحا اختلفت وجهاتهم السياسية أيا يعني كان الوضع. يعني نحن الآن نقبل على الساعة الأخيرة من هذه الجولة. اختلفت نسبة التصويت هنا في هذه المدرسة تحديدا، حيث تعتبر من أهم المدارس المتعلقة بالحدر والتمدن في المحافظة، خلاف المدن الأخرى والقرى التي يغلب عليها الطابع الصعيدي أكثر من هنا تحديدا، لأن لغة العائلية والقبلية والعصبية الدينية هي سيدة الموقف هناك. هناك نحن نتحدث في هذا التوقيت أن هناك حشد على المستوى العائلي والقبلي، بعكس هنا المجموعات تأتي هنا إلى مقرات الانتخابية فرادى وليس مجموعات، بعكس الصور التي رأيناها على مدار اليومين. يعني هناك أقاويل كثيرة نحو نسبة التصويت في هذه المحافظة حتى هذا التوقيت، أيا كان ما كان ما يقرب من المرحلة الأولى، وهو الذي وصفه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ هذه المحافظة، وقال أنها نسبة تراوحت ما بين 25% إلى 30%. ربما بعد المراكز الحقوقية تعلن أن هذه النسبة هي النسبة المقرة حتى هذا التوقيت، وهناك آخرون يقولون أن النسبة الأكبر قد مرت عدت فوق 30% حول هذه المحافظة. نحن الآن موجودون بإحدى المقرات الانتخابية كما تبدو الصورة أمامي، وحولي هذه الصورة نحن نتحدث عن التصويت. يعني ربما نحن نتحدث عن الساعة الأخيرة، دعونا نتعرف، كنا على موعد مع السيد المستشار بهاء بكري رئيس هذه اللجنة، والذي صرح أنه لا يحق له التصريح إلا بعد انتهاء اللجنة. والآن يعني دعونا نتعرف على مشهد أخير، وهو السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا الساعة الأخيرة في التصويت ممكن أن تكون ساعة حشد وإقبال وكثرة في الناخبين؟ هذا السؤال أطرحه إلى أستاذ الفاضل. مساء الخير يا فندم، منور تين تي في على الهواء مباشر. أهلا بكم. طيب، يعني هو السؤال واضح في هذا التوقيت، ليه الساعة الأخيرة تحديدا في هذه المناطق بتكون أكثر انتشارا وانتخابا وتجمعا؟ بيبقى الدنيا جو رايق شوية، يعني بيبقى الجو هادي، فبنيجي ننتخب في الوقت دوت قبل الميعاد. قبل الميعاد. اه. خلاص طبعا حضرتك جاي النهارده تدلي بصوتك. يعني من يومين لما جينا مدينه المنيا ومحافظه المنيا تحديدا، ظهرت صوره كبار السن اكبر من الشباب، يعني ماذا تقول للشباب في هذا التوقيت يا فندم؟ بقول لهم لازم ينزلوا ينتخبوا، لازم يبقوا يساهموا في تكوين الهيكل النيابي والبرلماني للدوله. لازم يبقى في وعي اكتر من كده. فيعني الجو الانتخابي مش زي الاول، كان بيبقى له هيصه وكان زفات انتخابيه وكان بيبقى فيه حركه، انما دلوقتي زي ما تقول ماتشات من غير جمهور. شايف حضرتك داخل اللجنه ومعاك احفادك على ما اعتقد يعني موجودين، وجودهم في هذا التوقيت هل ده رساله للمستقبل ليهم؟ لازم يبقوا عارفين ايه اللي بيحصل، زي ما بتاخد ابنك للجامع او الكنيسه لازم تاخد ابنك للمقر الانتخابي عشان يعرف ان ده دور مهم في بناء الدوله. انا بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا جزيلا. يعني ربما هذه الرسالة وهذه الإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا الساعات الأخيرة المقبلة على انتهاء جولة الإعادة أيا كان في محافظة المنيا أو غيرها من المحافظات هي ساعة الحشد وساعة الكثرة؟ يعني إذا كنا نتحدث على أهم التجاوزات التي مرت على مدار اليومين الانتخابيين يا أسماء، هناك عدة تجاوزات وصلت تحديدا، سواء كان على التوجيه خارج اللجان، وبالفعل قد تم عدة محاضر في هذا الشأن، وانتحال ناخب صفة فيه ايضا تم ضبط هذه النوع من المخالفات في الانتخابات. يعني خلاص زي ما بنقول خلاص اقتربت الساعه على النهايه، واوشكت انه في خلال ساعه حتى هذا التوقيت سيقفل وسيغلق وسيزدل الستار عن مرحله الاعاده. 50 مرشحا يتنافسون على 25 مقعدا في هذه المحافظه على تسع دوائر تحديدا. يعني اذا كنا نختلف في وجهات النظر وتوجهاتهم السياسيه، فايضا نكرر للمره
المرة الأخيرة أن بيدي ما يقرب من 2,974,649 ناخبا على مدار على مستوى هذه المحافظة، هم من سيقررون أصحاب هذه 25 مقعدا. واختلفنا في الآراء والخريطة السياسية التي توضح أن لأول مرة في تاريخ هذه المحافظة أن يدخل جولة الإعادة 10 من الأقباط دفعة واحدة. أما فيما يتعلق بالخريطة السياسية التي تتعلق بالأحزاب السياسية، فإن 14 مرشحا يتنافسون على 14 مقعدا من أصحاب الحزب الوطني، و12 مقعدا يتنافس عليها حزب المصريين الأحرار، وستة مقاعد يتنافس عليها حزب مستقبل وطن، وثلاثة مقاعد يتنافس عليها حزب المؤتمر، ومقعدين لكل من حزب الوفد وحزب الحرية، ومقعدا واحدا لكل من حزب الشعب الجمهوري وحزب حماة مصر. واختفت من الصورة بشكل ما بعد المرحلة الأولى وجود السلفيين الذين ترشحوا بعشرة من أعضائها، واختفت السيدات أيضا من هذا المشهد بعدما ترشحنا ثمانية منهن في المرحلة الأولى ولم يصبنا أيهن بالتوفيق. هذه ربما الصورة الأخيرة، لكن نحن نعدكم بأنه ستكون أحوال الفرز ومرحلة الفرز من هذا المقر الانتخابي أمام حضراتكم على الهواء مباشرة، يتم فيها رصد ما يتم من انتهاء وغلق الستار عن جولة الإعادة من محافظة المنيا. أسماء.